حياكم الله إلى مقطع مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار في أسواق بغداد وأربيل، ومع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد سجل سعر صرف الدولار 1498 دينارا مقارنة ب 1496 دينار للدولار الواحد يوم الخميس الماضي. وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعا أيضا في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر البيع 1498 دينارا، وسجل سعر الشراء 1497 دينارا. سجل خام البصرة الثقيل والمتوسط خسائر أسبوعية طفيفة على الرغم من تسجيل أسعار النفط العالمي مكاسب بعد سلسلة من الانخفاضات. وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 88 سنتا ليصل إلى 67 دولارا و42 سنتا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت دولارا و95 سنتا. هذا وأغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 88 سنتا ليصل إلى 70 دولارا و42 سنتا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت دولارا و87 سنتا. وحقق كل من خام برنت وغرب تكساس الوسط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة طفيفة. أفاد مصدر مسؤول في شركة نفط الشمال بالمباشرة بتهيئة الأبار النفطية في محافظة التأميم وتحديد مستويات الإنتاج تمهيدا لتسليمها إلى الشركة البريطانية بيبي لتطويرها. وأبلغ المصدر أن شركة نفط الشمال باشرت بوضع خطة عمل للوصول إلى أعلى إنتاج ممكن أن يتحقق من حقول كركوك وحسن وجنبور وخباز قبل تسليمها إلى الشركة البريطانية التي تم التعاقد معها لتطوير هذه الحقول. في خبرنا الأخير، كشف دونالد ترامب المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية عن خطة لفرض تعريفات جمركية ضخمة تصل إلى 100% على الدول التي تحاول التجارة خارج النظام المالي القائم على الدولار بهدف حماية مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. وفي الوقت ذاته قلل ترامب من فاعلية العقوبات الاقتصادية رغم أنه استخدمها بشكل كبير في ولايته الأولى، مشيرا إلى أن العقوبات يجب أن تستخدم بحذر شديد، بينما وصف التعريفات بأنها رائعة. وأشار ترامب إلى أنه سيزيد من التعريفات الجمركية على الواردات لتصل إلى 60%، وذلك بعد أن ركز في ولايته الأولى على إعادة هيكلة التجارة مع الصين. ولنا هذه الانتقالة السريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.